دير زور، هذه هي الحالة في حي مساكن الشهداء في دير زور، وهذه شقق سكنية لا تحوي إلا أهالي مدنيين. ولاحظ ماذا حل بها. طبعا الآن في هذه المحافظة الحيوانات أكثر من البشر، ذلك لأنها لا تعرف الهجرة القسرية التي فرضها علينا بشار الأسد. لو أنها تعرفها لرحلت. دير زور مساكن الشهداء.